50 جنيه النهارده الشعور اللي جاوب ب 80 جنيه فرق 30 جنيه في اقبال من المواطنين على الشراء؟ لا طبعا عمليه ركود في عمليه ركود هنا هو المشكله في ايه؟ الزواج السيارات كان بياخد 1000 جنيه السنه اللي فاتت النهارده بياخد 3000 جنيه بتفرق معاك ايه هي الزواده دي بقى؟ من بنزين واكل وشرب طبعا بيكلفه بتاع 3 4000 جنيه ما بيجيبش حق السقفه بتاعته ساعات ما بيجيبش ال 4000 جنيه ولا 3000 جنيه